شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقه السادس من اكتوبر بالجيزه حفل تطوير منطقه مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. يهدف الحفل لتعزيز سبل التدريب والتاهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينه السادس من اكتوبر والعمل على دعمهم على خلق وظائف وفرص عمل جديده. تنفيذا للتوجيهات القيادة السياسية برعاية المواطنين والمناطق الأولى بالرعاية شهد مركز شباب مساكن عثمان بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة حفل تطوير منطقة مساكن عثمان الذي دشنه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاقة لمركز شباب مساكن عثمان وهي الأولى بالرعاية من أجل تنمية الإنسان تنميه الانسان بكل الفسيفساء الذي تحتاجه هذه الكلمه من ناحيه المهارات من ناحيه التدريب من ناحيه التعليم من ناحيه التربيه أنا شايفه ان مركز شباب يتحول الى خدمات اجتماعيه ورياضيه وشبابيه وتعليميه وتثقيفيه كل ده امر عظيم جدا وان شاء الله يعني تبقى الـ يعني مقرر في قرى مصر واحنا كمان عايزين نعمل كده كمؤسسة رأي مصر إن شاء الله. استغلال مراكز الشباب في المجتمعات المدنية للتثقيف والتدريب والتأهيل دي حاجة مهمة جدا وبناء الإنسان يعني زي ما سيد علي جمعة متبني هذا الأمر بناء الإنسان ليه دور مهم جدا يعني كما هناك بناء في الأوطان بناء الإنسان. الحفل الذي انطلق تحت شعار من أجل بناء إنسان يحب الحياة، شارك فيه عدد من مسؤولي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ويهدف لتعزيز سبل التدريب والتاهيل للشباب والفتيات في مركز شباب عثمان بمدينه السادس من اكتوبر ودعمهم على خلق وظائف وفرص عمل. عملنا وحده تدريب للخياطه كانت عباره عن ست ماكينات الحمد لله لما السيدات اتعلمت اكتسبوا تاني بقى العدد بيزيد ما شاء الله زي ما حضرتك شفت المشغل ما شاء الله عدد الماكينات فيه زاد والناس حست بامل وان في حاجه كويسه يقدروا يعملوها الحمد لله يخرجوا ان هم فيه على خير ان شاء الله. انا هنا في اول ما جيت كنت جايه عشان اتعلم الخياطه ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه خالص بس الحمد لله دلوقتي بعرف اعمل كل حاجه مفارش تيشرتات ترنجات لدرجه وصلت معايا ان انا عملت ترنجات في بيتي لاولادي مشروع تطوير المقام بمساكن عثمان يهدف لبناء الانسان وتنميه مهاراته بالاضافه لتعزيز المواهب الفنيه واكتشاف المهارات لدى النشء الصغير احمد الحسيني التلفزيون المصري